إصدارة جديدة من سلسلة التصويب الحربية باتل فيلد قد صدرت وأخيراً بجزئها السادس الرئيسي، وهذه المرة اختارت دايس مجدداً التوجه إلى الصراع الأقوى في تاريخ البشرية، الحرب العالمية الثانية. لكن سيتم استعراض لقطات وقصص لم يتم التطرق لها مسبقاً أو لم يتم الحديث عنها كثيراً، مع المحافظة على نفس طريقة اللعب المعهودة. إليكم مراجعة سريعة للعبة التصويب الحربية باتل فيلد 5. فور تشغيل اللعبة ستبدأ بمقدمة لقصص عن الحرب العالمية الثانية بجزئية بسيطة تنتهي بموت المحارب في عدة مناطق. تلك الجزئية قدمت نظرة قاسية حزينة عن أهوال الحرب العالمية الثانية، النزاع الأكبر في تاريخ البشرية، وكانت بداية رائعة مليئة بالمشاعر. باتل فيلد 5 قدمت معها ثلاثة من قصص الحرب، مع وجود قصة رابعة ستصدر بشكل مجاني قريبا. القصة الأولى تحمل اسم بدون قيادة وتركز حول الجندي اليافع بيل بريدجر، والذي سيختبر مهاراته في القتال ومواجهة المخاطر في شمال إفريقيا. أما القصة الثانية نوردليز ركزت حول غزو الجيش الألماني على النرويج، وتدور أحداثها مع الشابة سولفيك والتي تسعى للحفاظ على سلامة عائلتها. ما يعيب القصتين الأولى والثانية هو أن الأمر ليس منطقياً للغاية، أي كيف بإمكان شخص واحد أو شخصين الاشتباك مع جيش كامل، لا سيما أن القصة تدور حول الحرب العالمية الثانية. لكن هذا الأمر يختلف مع القصة الثالثة تريار، والتي ركزت حول الجندي القديم ديمي الذي يروي قصته كأحد جنود الوحدة السنغالية بجانب الجيش الفرنسي ضد الجيش الألماني. هذه القصة قدمت نظرة أشبه بالواقعية للحرب العالمية الثانية. بشكل عام القصة تعتبر جيدة، والذكاء الاصطناعي الخاص بالأعداء جيد جدا، وجعل من طور اللعب الفردي أكثر صعوبة. طور اللعب الجماعي هو الشيء الأهم في ألعاب سلسلة باتل فيلد، وفي باتل فيلد 5 لم يختلف الأمر كثيرا عن سابقتها من ناحية طريقة اللعب، عدا أنها بمنظور وأجواء الحرب العالمية الثانية، وهذا يشمل مختلف الأسلحة والمركبات والعتاد وأيضا المناطق. كعادة السلسلة اللعب الجماعي يركز على العمل الجماعي مع الفريق، حيث يستفيد كل واحد من الآخر في التزود بالذخائر والإسعافات. هناك أربع أقسام من الجنود: قسم المهاجمين والمسعفين والكشافة، وكذلك قسم الدعم. وكل قسم يشمل بعض الأسلحة والقنابل والأدوات الخاصة يمكن الحصول عليها جراء تقدمك في اللعب. عدد الأسلحة ليس كثيرا بالمقارنة مع باتل فيلد 4، لكن على الأقل تم تقديم عدد كافي من الأسلحة. يمكن أيضا تطوير السلاح الذي تستخدمه، لكن بعض التطويرات لن تؤثر كثيرا على أداء وقوة السلاح. وكالعادة في طور الاحتلال الشهير على الجيش احتلال عدة مناطق حتى تنتهي المعركة. يمكن أيضا استخدام مختلف المركبات كالسيارات والدبابات والطائرات الحربية. إطلاق النار في غالبية الأسلحة جيد جدا باستثناء مدافع الرشاشات الخفيفة أو لايت ماشين جن. التصويب في هذه الأسلحة صعب للغاية، ويتطلب الارتكاز إما على الأرض أو على النوافذ أو الجدران الرملية وغيرها من الأماكن. اللعبة أتاحت إمكانية إعادة البناء، كل جندي مزود بأدوات لاستخدامها لبناء تحصينات في مناطق معينة، وأيضا لبناء سدود وجسور وغيرها من الأشياء. بجانب طور الاحتلال هناك طور العمليات الكبرى العائد من باتل فيلد 1، وفيه يتم سرد الأحداث التاريخية التي جرت في تلك الحرب أثناء التقدم في هذا الطور. سواء أكنت بجانب جيش المحور أو بين صفوف جيش الحلفاء، سيتم سرد القصة بناء على إنجازات جيشك، وهذا ما يميز هذا الطور. هذا الطور يشمل مهام كالاستيلاء على المناطق أو تدمير مناطق معينة أو الدفاع عن الأراضي. طور العمليات الكبرى بالفعل أضاف نكهة لأجواء الحرب العالمية الثانية، وهذه إحدى النقاط التي ميزت ألعاب باتل فيلد عن غيرها. هناك أيضا أطوار أخرى في طور اللعب الجماعي، لكن طور الاحتلال والعمليات الكبرى هي الأهم. وبالحديث عن الرسومات، باتل فيلد 5 وكعادة السلسلة أبدعت في تقديم رسومات قوية مليئة بالألوان ملائمة للعبة تصويب حربية، وهذا يشمل تفاصيل وجوه الشخصيات والتفاصيل المتعلقة بالبيئة المحيطة. حتى عناصر التدمير تم التعمق بها وأصبحت أفضل من السابق. هناك بعض الأخطاء الطفيفة التي تحدث أثناء اللعب، مثل اختفاء السلاح في بعض الأحيان وموت الجنود بطريقة مضحكة، لكن يمكن حل هذه الأخطاء بالتحديثات ولن تكون بالمعضلة الكبيرة. عمليات البحث ليست طويلة، لكن فترات التحميل أثناء الخروج أو الانتقال بين الأطوار قد يتأخر بعض الشيء. حتى الذكاء الاصطناعي في طور اللعب الفردي، وعلى الرغم من شدة ذكاء الأعداء، إلا أنه في بعض الأحيان لن تواجه مشاكل في هزيمتهم بسهولة. لكن لو تم التغاضي عن كل هذه الأشياء، يمكن الاستمتاع بتجربة باتل فيلد 5.
هذا من غير أن ننسى الحديث عن الإضافات التي سيتم تقديمها بشكل مجاني مستقبلا والتي تحمل اسم تايدز أوف وور، شاملة أسلحة ومناطق وقصص جديدة. اللعبة تشمل خصائص مايكرو ترانزاكشنز، لكنها تقتصر فقط على مظاهر الشخصيات والتزيينات المتعلقة بالأسلحة، وليس هناك أي مشتريات متعلقة بأسلحة مميزة أو تفضيلات، وهذا شيء مطمئن. أيضا من غير أن ننسى المقطوعات الموسيقية الجميلة الملائمة للعبة حربية قاسية. طالما عودتنا سلسلة باتلفيلد على تقديم ألعاب تصويب حربية أشبه بالواقعية ومختلفة عن بقية الألعاب المنافسة، وفي باتلفيلد 5 لم يختلف الأمر كثيرا. لعبة أخرى من سلسلة باتلفيلد قدمت تجربة ممتازة، بل أنها من أفضل تجارب الحرب العالمية الثانية على الرغم من وجود بعض العيوب التي لا تخلو منها أي لعبة، لكن هذا لن يمنعنا من الاستمتاع بكل ما قدمته اللعبة بمحتوى كاف للاستمرار باللعب لفترة طويلة، من غير الحديث عن المحتوى المجاني الكبير القادم مستقبلا، وأيضا من غير أن ننسى فاير ستورم طور باتل رويال الخاص باللعبة. هل باتلفيلد 5 كافية للتكفير عن أخطاء EA؟ لا، ليس كذلك، لكنها على الأقل بداية جيدة. باتلفيلد 5 ليست الأفضل، لكنها قدمت تجربة ممتعة تستحق الثناء. على كل حال، هذا كانت مراجعة سريعة للعبة الحربية باتلفيلد 5. شاركونا آراءكم في التعليقات عن تجربتكم الشخصية للعبة، وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين أستدعكم الله والسلام عليكم.